تتواصل التعليقات وردود الأفعال حول ما كشفه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا من أن لقطر سجلا قياسيا في دعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وحركة طالبان. كان بانيتا قد أكد خلال كلمته بمؤتمر مكافحة التطرف والعنف تحت عنوان قطر وعلاقتها بإيران والإخوان، كشف أن دوحة لديها دور واضح في دعم الإرهاب ويتعين عليها الالتزام بكل قوانين مكافحة الإرهاب سواء داعش أو العناصر الأخرى. للمزيد معنا عبر الهاتف من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي. السيد أحمد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. يعني فضائح قطر تتكشف وكأنها عرض مستمر لها، يعني مع بداية الأزمة القطرية ومع دول الأربع، إلى أي مدى ستثقل هذه الفضائح في هذه المرة ملف قطر وتمويلها للإرهاب؟ الحقيقة الدور الأمريكي في الموضوع دور يعني شوية نقدر نقول انه مثير للحيره ومثير للقلق، ولكنه في الاخر بيؤكد على ان امريكا بتدور حوالين الاهداف الاستراتيجيه اللي هي بتخدم مصالحها. مش من النهارده، احنا بنتكلم من زمان انه اللي حاصل على ارض قطر برضا امريكي، وجود القاعده الامريكيه، كل التنظيمات والجمعيات الخيريه والتمويل وكل اللي حاصل على ارض قطر كان بعلم وبدوكيومنتد من الإدارة الأمريكية وغيرها. ولكنه في توقيت معين عندما حدثت الأزمة، الحقيقة احنا عدنا في أول أسبوعين كان الموقف الأمريكي غير واضح، لأنه الأمريكا يهمها علاقتها مع كل دول الخليج تكون بشكل يحفظ مصالحها. قعدوا يدرسوا ويشوفوا الموضوع رايح فين وجاي منين، إنما زي ما بيقولوا إن الحلقة أصبحت أو الطوق أصبح بيحيط بأن أصابع الاتهام والدوكيومنتس وكل الإشارات، يعني عايزين نقول كل اللي كان مستخبي في الادراج، كل الدوكيومنت اللي كانت مخفيه لسبب من الاسباب بدات تظهر وتشير بصباع الاتهام. كان من الممكن جدا على الاداره في قطر انها تتلاشى كل الخمس شهور اللي فاتوا دول ويكون في نوع من الموائمه او الاتفاق على انه ان عدتم عدنا، لكن هناك في كان عناد واصرار. العناد والاصرار كلفهم الحقيقه بليارات من الدولارات اتسحبت من الاحتياطي بتاعهم عشان يغطوا العجز اللي حاصل. اي نعم، كتير جدا من المعاناه للناس المواطنين في مروحهم في يومهم في سفرهم في التقلبات الاقتصاديه اللي حصلت والصفقات اللي حصلت مع دول الجوار او مع العالم. حطينا في اثناء موسم الحج لغايه اخر لحظه كانوا مانعين المواطنين بتوعهم يحجوا، فتحت لهم المملكه ورحبت بهم كضيوف. اعتقد التصريحات اللي حصلت في المؤتمر الاخير صار له من يومين كان في واشنطن، متحدثين كتير من مراكز ابحاث ومن يعني من مؤسسات مرموقه عشان يجتمع مثل هذا الحشد في هذا المكان واشنطن صناعه القرار السياسي الامريكي والعالمي وصاحب التاثير القوي. ويكون في متحدثين كبار يتكلموا عن ادانه قطر، يجب ان الحلقه دلوقتي اصبحت بتحكم عليهم. اعتقد نتمنى ان في اليوم الجوله الاخيره حتى الوزير الخارجيه لسه كان عنده تصريحات النهارده في لوزان في سويسرا، اي نعم بيتكلم على انه رحلته اساسا كانت محاربه ارهاب، لكن كان في جزء منها بيتعلق او بيأثر على موضوع التحالف لمحاربة الارهاب على الارض في منطقة الشرق الاوسط. المشكلة القطرية بتلقي بظلالها، وانه اعتقد في كلام في الكونجرس وفي البيت الابيض ان لازم الادارة الامريكية يكون لها وقفة حاسمة. اعتقد انه قريبا جدا هيكون لها دور، هيقولوا لقطر يو هاف تو دو ذات. نعم، يعني سيد احمد، خصوصا ان بانيتا ليس اول وزير دفاع امريكي سابق ينتقد قطر ودعمها للارهاب، فقد انتقد وزير الدفاع الاسبق برضو روبرت جيتس ما تقوم به قطر. طيب، هل يمكن القول ان وجهة نظر الولايات المتحدة وموقفها بدأ يكون واضحا عن بداية الأزمة بانها ستتخذ موقفا حاسما بالفعل ضد قطر، وما لمح هذا الموقف؟ شوفي، امريكا بتتعامل مع القضايا اللي كده الاول مش من منطلق انها اكبر قوة في العالم، ولكن النهارده الاتحاد الاوروبي له تأثير وله تواجد. موضوع الارهاب اصبح يعني بيلمس طرف حساس وعصب قوي لكل قائد وكل رئيس دولة وكل مسؤول في كل منظمة وكل مجتمع مدني والأمم المتحدة، يعني الدنيا كلها بتتكلم في قصة الإرهاب دي. وبالتالي الفترة الأولانية احنا نعذر يمكن الإدارة الأمريكية قالت احنا عندنا قاعدة، احنا يخصنا قطر، احنا عندنا مصالح، ولكن مع الوقت مع تراكم مش بس الاتهامات، ظهور الأدلة يعني ظهور الأدلة من جانب والعناد القطري من جانب آخر، أعتقد أنه اللي حاصل دلوقتي ان تكرار هذه المؤتمرات وهذه الشخصيات اللي هي لها ثقل بتتكلم معناته ان يعني رساله موجهه بشكل ما
مش مستخبيه، لا مكشوفه للعالم انه قطر يو هاف تو ليسن، يعني التايم از اوت. نعم، اذا شكرا جزيلا لك سيد احمد محارم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من نيويورك.